سر من أصبحت حقا حزن من، سر من أصبحت حقا حزن من، فيك ينعى جده ابن الحسن. سر من أصبحت حقا حزن من، فيك ينعى جده ابن الحسن. مات يشكو من سموم وإحن، قتل الهادي كما الهادي الرسول، قتل الهادي كما الهادي الرسول. ألمي يا ابن البتول. قصيدة جديدة أول مرة أقراها للشاعر علي حسين العاملي. سر من أصبحت حقا حزن من، سر من أصبحت حقا حزن من، فيك ينعى جده ابن الحسن، فيك ينعى جده ابن الحسن. مات يشكو من سموم وإحن، قتل الهادي كما الهادي الرسول، قتل الهادي كما الهادي الرسول. ألمي يا ابن البتول، أسفي يا ابن عيد وياي. ألمي ها هنا في بيته نحيي المصحف، شلون الليلة هاي؟ ها هنا في بيته نحيي المصاب، حيث أمضى العمر قهرا واغتراب، شابك الزهراء في عمر الشباب، شابك الزهراء في عمر الشباب. فاستراحت شمسه عند الأفول، فاستراحت شمسه عند الأفول. ألمي يا ابن البتول، أسفي، ألمي، أسفي. أريد الجواب أعلى، إحنا بشهادة الإمام الهادي، ليلة شهادة الإمام الهادي، وإحنا ببيت الإمام الهادي، إحنا ببيت الإمام العسكري، إحنا ببيت الإمام المهدي. سر من أصبحت حقا حزن من، فيك ينعى جده، فيك يبكي جده. مات يشكو من سموم وإحن، قتل الهادي كما الهادي الرسول، قتل الهادي كما الهادي الرسول. ألمي سمعة، أسفي، ألمي يا ابن البتول، أسفي. ها هنا في بيته نحيي المصاب، نحيي المصاب. ها هنا في بيته نحيي المصاب، حيث أمضى العمر قهرا واغتراب، شابك الزهراء في عمر الشباب. فاستراحت شمسه عند الأفول، فاستراحت شمسه عند الأفول. ألمي يا ابن البتول، أسفي، إيدها، من انقتل شنو صار الإمام الهادي بيوم الشيعة؟ خرجت جارية لما مضى بهالمكان هذا، طلع نعش الإمام هنا من البيت، طلعت جارية من بيت الإمام تصيح ما صنعت بنا يا يوم الهن. الحسن العسكري قال رجعوها ليسمع صوته، قال له لجارية قال عايشة ببيتنا ما يصير. شوف علي حسين شنو يقول، خرجت جارية لما مضى، خرجت جارية لما، وهي تدعو وإماما قد قضى، وهي تدعو وإماما قد قضى.
آه وحزني لبنت المرتضى الإمام العسكري جارية ما يقبل زينب طلعت خرجت جارية لما مضى وهي تدعو إماما قد قضى آه وحزني لبنت المرتضى آه وحزني لبنت المرتضى أخرجتها كربلاء وسط الخيول أخرجتها كربلاء بين الخيول ألم عفية عفية ألمي أعيد لكم الأبيات يا لشهادة إمامنا الهادي سر من أصبحت حقا حزن من سر من أصبحت حقا حزن من فيك يبكي جده ابن الحسن فيك يبكي جده جاوبني فيك يبكي جده مات يشكو من سموم وإحن قتل الهادي كما الهادي الرسول قتل الهادي كما الهادي الرسول ألمي أسفي ألمي ها هنا في بيته نحيي المصاب حيث أمضى العمر قهرًا واغتراب شابك الزهراء في عمر الشباب فاستراحت شمسه عند الأفول فاستراحت شمسه عند الأفول ألمي أحب السمع على الإمام الهادي إيه ألمي سمع ألمك راوي ألمك يا ابن البتول أسفي خرجت جارية لما مضى وهي تدعو إماما قد قضى آه وحزني لبنت المرتضى خرجت جارية لما مضى وهي تدعو إماما قد قضى آه وحزني لبنت المرتضى أخرجتها كربلاء وسط الخيول أخرجتها كربلاء بين الخيول ألمي أسفي بعد شيع الهادي بعز ووقار شيع الهادي بعز ووقار حر قلبي لحسين شيع الهادي بعز ووقار حر قلبي لحسين في القفار رأسه فوق القنا راح يدار فانهضوا يا آل فهر للذحول فانهضوا يا آل فهر للذحول ألمي اللي تشوفوا علينا السادي كل اللي ينتظروك تنادي ايش قد نتحمل يا ابن الهادي والشيع ايش قد يحمل صدرك وين المهدي المنتظر ظل عمك للحين مهشم وهم وين اندفنت ما نعلم
لو موجود القبر تهدم كم معصوم تهدم قبر أربعة إيش قد نتحمل وهالليل الشيعة بيا حاله هالليل الشيعة بيا حاله القبر الهادي الكل تبرد أكو شيعة خارج بلدنا يباوعون ما يقدرون يجون يباوعون القبة الإمام الهادي ويشوفوكم يتحسرون على زيارة الإمام الهادي إحنا بنعمة هلي هل الشيعة بيا حالي القبر الهادي الكل يبرالي والدمعة تظل همالي لما تظهر يا ابن العترة شاوين المهدي منتظر لما انتظر يا ابن العترة شاوين المهدي